وطن ورثنا السواعد بين الأمم صخورا صخورا كهذا البناء سواعد يهتز فوقها العلم يباهي به ويباهي بنا وفيها كفال العلا والهمم وفيها شعار لنيل المنى وفيها لأعداء تونس نقم وفيها لمن سلمونا السلام حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد سارت في عروقنا دماء نموت نموت ونحيا الوطن والشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لله أن ينزلي ولا بد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى تهمه هلمه لمجد الزمن وقد سرحت في عروقنا الدماء نموت نموت ونحيا الوطن يا جبل والمربي لا يهان يا وزير يا جبل والمربي لا يهان للديداب استحقاق يا عصابة السراق للديداب استحقاق يا عصابة السراق يا حكومة يا وزير للديداب يسير يسير يا حكومة يا وزير للديداب يسير يسير للديداب أحقية لا صدقة لا همزية للديداب أحقية لا صدقة لا همزية للديداب استحقاق يا عصابة السراق للديداب استحقاق يا المطالب اليوم سي محمد ثابت عضو الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بمدنيه مطالبكم التحرك هذا ومسار التفاوض ويوصل مع وزاره الاشراف سامحني عاود السؤال بالحسن مطالبكم ومسار التفاوض وين يوصل بالنسبه للتفاوض الى حد الان ما ثم حتى ولم تنادي وزاره التربيه لاي جلسه بتاع تفاوض نحن ماضون في ملفنا اليوم في حل هذا الاشكال لن نتراجع قيد ونملة عن مطالبنا اللي هي كانت عادية جدا سنة دراسية أمناها في الدخول عادية لكن الوزارة تذكرت لتعهدات واتفاقات واردة بالرائد الرسمي إذن فنحن ماضون للدفاع عنها واستردادها وتحقيقها أيضا هذه الملفات هي الملف الانتداب بالنسبة لزملائنا دفعة 22 من اتفاق 8 ماي زملائنا خريج علوم التربية 21 زملائنا نواب النواب خارج الاتفاق اللي فيهم جاء محضر جلسة بتاريخ 1 مارس 2021 ولكن لم يفعل ولم يحول إلى اتفاق مع وزارة التربية تذكرت أيضا لهذا مع جملة من المطالب الأخرى تخص القطاع نحن لائحتنا الصادر عن الهيئة الإدارية الأخيرة بها تقريبا 21 نقطة احنا اليوم في ملفنا هذا هو التشغيل الهان بصفة عامة منها الترسيم منها الانتداب وأيضا هنالك مشاغل أخرى للقطاع أجلناها من أجل حل هذا المشكل اليوم المشكل اللي هو مشكل الرأي العام اليوم كما تعرف تقريبا عندنا 400 ألف تلميذ ما همش قاعدين يقروا اليوم ثم تلامذة طبعا ما فرحوش بالعودة المدرسية أيضا احنا تلميذ رانا مستعدين في كل لحظة باش نعوضوا له الحصص نتاعه لكن لا أيضا مناش باش نفرطوا في حق زملائنا اليوم إذن مشكور عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بمدنين محمد ثابت حول
كل هذه تفاصيل حول المطالب ومسار التفاوض. إذا أعيد وأذكر مسيرة للمعلمين النواب بمختلف تصنيفاتهم، انطلقت من مقر مندوبية التربية في اتجاه مقر الولاية على خلفية جملة المطالب التي كنتم تستمعون إليها على لسان عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بمدنين محمد ثابت. بعد قليل سنأخذ ممثلين عن هذه الفئات من المعلمين النواب، نواب خارج اتفاقية دفعة 22-21، أيضا الأعوان الوقتيين ليعبروا عن مطالبهم، وهي طبعا نفس المطالب كما قلت قد تحدثت التي ذكرها عضو الفرع الجامعي قبل قليل.